بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم طلبتنا الأعزاء في هذا اللقاء اللي راح يتناول الحديث عن يونت 2 اللي بنحكي فيها covalent compounds and organic molecules. راح ندخل في الجزء الثالث فيها واللي راح نحكي فيه عن الكربون سايكل، عن الايزومرزم، وأيضا عن النيمينج اوف organic chemistry organic molecules. نيجي للكربون سايكل. في الكربون سايكل راح نحكي من وين بيجي الكربون سايكل، سوري الكربون، احنا ما نحكي سايكل معناتها احنا بنحكي دورة، يعني راح يلف ويرجع لنفس النقطة، يعني راح تصير عمليات وراح يرجع يتكون تاني وراح يرجع يلف ويعطينا نفس الاشي، يعني زي اللي بدور في حلقة مغلقة. هاي معنى سايكل عندنا. اذا عندي راح يتم استخدامه وراح يتم اخراج، في استهلاك وفي اخراج. فانا بحكي كربون سايكل يعني دورة الكربون. من وين بيجي الكربون، او خلينا نحكي على هيئة كربون دايوكسيد اللي هو CO2. النباتات عادة بتستخدم CO2 في عملية البناء الضوئي الفوتوسينثيسيس. من وين بيجيها هذا ال CO2؟ من الهواء. مش احنا حكينا انه بيتكون في، مش احنا بنعرف انه هو بيتكون او موجود من مكونات الغلاف، موجود في الغلاف الجوي، اذا هو موجود في الهواء. معناته الكلام انه هذا الموجود في الاير راح يتم استهلاكه بواسطة النباتات، ويقوم النباتات بعملية الصن فوتوسينثيسيس، عملية البناء الضوئي. عرفت لما النبات بيقوم بعملية البناء الضوئي، إذا متذكرين المحاضرة اللي فاتت لما حكينا عن عملية التنفس، عملية البناء الضوئي، حكينا إنه بيتم استهلاك CO2 وبيتم إنتاج الO2، تم استهلاك غاز ثاني أكسيد الكربون وإنتاج غاز الأكسجين. غاز الأكسجين بيتصاعد في الهواء، هلقيت هذا الغاز اللي تصاعد في الهواء بيتم استخدامه في البريثنج لعملية التنفس. طيب حكينا انه كمان وبينتج بعد هيك عندي السكر الجلوكوز، سكر الجلوكوز اللي بيتم استخدامه في في انتاج الطاقة، بتستخدمه أكلات الأعشاب. يعني عندنا النبات تروح أكلات الأعشاب بتاكله، فبتاخد سكر الجلوكوز. طيب الأعشاب هذه أو أكلات الأعشاب مين بياكلها؟ أكلات اللحوم. من أكلات اللحوم هاد اللي هم الإنسان. هلقيت أكلات الأعشاب أكلات الأعشاب هذه لما بصير لها أو لما بتموت، لما بتموت بصير عملية تحلل لها. فلما بتتحلل بينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، بينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. إذا عندنا بيتم استهلاك غاز ثاني أكسيد الكربون في عملية الفوتوسينثيسيس، بينتج عنا أكسجين وبينتج عنا جلوكوز. بيتم تناول النبات بواسطة أكلات الأعشاب اللي هي الهيب فورس. بعد هيك أكلات الأعشاب بيتم تناولها بواسطة أكلات اللحوم واللي منهم الإنسان. بعد هيك بصير عنا عملية decay crimination boreal وبينتج غاز ثاني أكسيد الكربون، وهيك بتستمر العملية. هذه بنسميها الكربون سايكل. إذا عندي ثاني أكسيد الكربون استهلكه النبات،
أكلات الأعشاب أخذته، تنفس بينتج سكر جلوكوز، أكلتهم ما إما بتموت أكلات الأعشاب لما بتموت بتتحلل بتعطينا سي أو تو، كمان أكلات اللحوم بتاكلها وكمان بتتحلل وبينتج عنها سي أو تو عند الموت. هل قد كمان في عندي إنه السي أو تو ممكن ينتج من حرق النبات نفسه، لما يصير حرق للنبات بينتج عندي غاز سي أو تو. هذه الدورة ما بتنتهيش، ليش؟ لأنه السي أو تو بيضل ينطلق، بينطلق وبيستهلك وبيتم انطلاقه، وكمان من عملية التحلل وعملية الاحتراق وبيتم استهلاكه في عملية البناء الضوئي، بعدين بيتم انطلاقه في عملية التحلل وعملية الاحتراق وبيتم استهلاكه في عملية البناء الضوئي وهكذا. بنلاقي العملية بتتكرر، عشان هيك سميناها سايكل، لأنه بنلاقي العملية بتلف بتلف وبترجع بتلف بتلف وبترجع، بتلاقيها بتدور في حلقة مغلقة. إذا عندي بهذه الحلقة احنا بنحكي فيها عن استهلاك الكربون في عملية الصن فوتوسينثيسيس، بعدين بتاكل أكلات الأعشاب وأكلات اللحوم، بعدين بصير تحلل، بينطلق نتيجة التحلل غاز ثاني أكسيد الكربون، أو عن طريق حرق النباتات بينتج عندي غاز ثاني أكسيد الكربون، وبعد هيك بيتم استهلاكه وبينتج وهكذا. إذا أنا عندي هذه عبارة عن الكربون سايكل. أيزوميريزم، لما أحكي أيزوميريزم يعني أنا بدي أحكي عن ظاهرة التشكل، يعني بدي أحكي عن الأيزومر المتشاكلات، أو عندي مركبات بنفس الصيغة البنائية أو بنفس الجزيئات الصيغة الجزيئية، لكن شكلا بناء تختلف. إذا عندي مركبات بنفس الصيغة الجزيئية C2H2 مثلا، لكن تختلف في الصيغة البنائية، تختلف في الصيغة البنائية في الشكل. إذا عندي الايزوميريزم some different arrangements of atoms within a molecule، يعني اختلاف في ترتيب الذرات في نفس المولكيول، لنفس المولكيول نفس الجزء نفس الجزء. إذا عندي جزيء في ذرات يتم اختلاف في تركيبة الذرات. إذا الايزوميريزم هي ظاهرة معناها أنه المركب الواحد بيكون له أكثر من شكل أو صورة، يعني بيتشكل المركب على أكثر من شكل. من هذه الايزوميريزم في حاجة اسمها ظاهرة المرآة، الميرور ايميجز، ميرور ايميجز، ظاهرة المرآة، يعني أنا لو حطيتهم قبال بعض بيشبهوا بعض، لكن لو أنا بدي أركبهم على بعض بلاقيهم بيجوش تركيب. لو بدي أحط المركبين على بعض بلاقيهم بيجوش، لكن لو بحطهم قبال بعض بلاقيهم متماثلين. طيب الايزوميريزم طبعا معناها حكينا متشاكلات، يعني عندي من نفس الجزيئات مركبات مختلفة الترتيب. لقيت اختلاف ترتيب الذرات في المركب بيعطيني مركب جديد، يعني اختلاف ترتيب الذرات أعطاني مركبات جديدة، كل مركب على حدة بكله صورة بتختلف عن الآخر وخصائصه تختلف عن الآخر، يعني في الوظيفة كمان. إذا عندي بيظهر المتشكلات عندي مركبات مختلفة الصورة، ولكن بتكون نفس الذرات لكن مختلفة الشكل مختلفة الوظيفة، مختلفة الشكل مختلفة الوظيفة. طبعا جسم الإنسان بيكون حساس لهذه المركبات، يعني very selective، جسم الإنسان very selective لهذه المتشاكلات، لهذه المتشاكلات. عشان هيك بنلاقي انه لما يكون عندي مركبين نفس التركيب الجزيئي لكن اختلافهم في الشكل في الصورة، بنلاقي واحد فيهم فعال واحد فيهم غير فعال، فجسم الانسان بيتأثر بالفعال، بنحكي فعال. طب ظاهرة الميرور ايميج اللي هي اني انا بحكي، لو انا خلينا نحط ايدينا
عملية إيدي لما أحطها إيدي اليمين وأحطها على إيدي الشمال، بلاقيهم بيتطابقوا على بعض، بلاقيهم بيتطابقوا على بعض، يعني واحدة فيهم مرآة للأخرى. لكن لما أجي أنا بدي أركبهم على بعض بلاقيهم بيجوش تركيب، مش إن أحطهم على بعض يعني زي ما هم قبال بعض هيك، يعني الكفة قبال الكفة، لأ أنا بدي أحطهم على بعض، بدي أحط فوق بعض. لما أحطهم فوق بعض بلاقيهم ما بيجوش، لكن لما بدي أحطهم قبال بعض بلاقيهم كمرآة على البعض، الليفت والرايت. فإحنا بناء على هيك أوجدنا أو تم إيجاد الميرور إيميجز، في عنا تسمية الليفت ورايت، ليفت ورايت. General characteristics of optically active isomers، عندنا الخواص العامة للميرور ايمج ايزومرزم او ايزومرز، اللي بيكون طبعا في المتشكلات ايش لازم يكون. طبعا بيحكي لنا انه في المتشكلات اول شيء لازم تكون asymmetric carbon atom with four different groups attached to it. يعني في عندي ذرة كربون مركزية، ذرة الكربون هذه الأربع روابط المربوطة فيها، أربع مجموعات المرتبطة فيها بدها تكون مختلفة. يعني إذا كان تنتين فيهم بيشبهوا بعض إن هنا ما فيش ميرور إيمج، ما بقدرش أقول عنه أيزومر، ما بقدرش أقول إنه في عندي ميرور إيمج، مش صعب إنه يكون في عندي ميرور إيمج. إذا لازم يكون أول حاجة عندي ذرة كربون مركزية محاط فيها أربع مجموعات مختلفة، أربع مجموعات مختلفة. طيب the two forms can't fit one on top of the other، يعني واحد من هدول المركبين بدوش ينطبق على الآخر، يعني لما أحطهم فوق بعض بديش ألاقيهم بنطبقوا. يعني انا هلقيت لو بدي احط ايدي اليمين على ايدي الشمال بلاقيش اصبع الابهام جاي فوق اصبع الابهام بالضبط، لا بلاقيه جاي على الطرف الثاني. لما احط انا اصبع ايدي فوق بعض زي التنتين اليمين واليسار، احطهم فوق بعض بلاقي اصبع الابهام جاي فوق اصبع الخنصر. السبابة زي فوق البنصر. الوسطى بتمثل ذرة الكربون، لكن الوسطى ذرة الكربون المركزية. نفس الحاجة بلاقي البنصر جاي فوق السبابة والخنصر جاي فوق الإبهام. إذا أنا حطيت اليمين على اليسار هلاقي هيك تركيبة الأصابع. نفس الحاجة يعني أنا لما أحط المركبين على بعض ما يتطابقوش على بعض. The two must be mirror images of each other، يعني لازم يكون واحد مرآة للآخر، واحد صورة للآخر. They rotate polarized light in opposite directions، يعني هاي ال polarization of light، يعني أنا لما بده يتم إدخال ضوء في محلول المركب نلاقي انه احد المتشكلات بينحرف الضوء فيه لليمين والتاني بينحرف فيه لليسار. هاي معنى they rotate polarized light in opposite direction، يعني واحد لما بيتم ادخال ضوء في مركب فيه ايزومرز، فواحد فيهم في ايزومرز محاليل الايزومرز، فبده واحد في المحاليل بده يتجه في جهة اليسار في الضوء، واحد من المحاليل بده يتجه في اليمين الضوء. They have different physical properties but similar chemical properties، يعني التنين بيختلفوا في الخصائص الفيزيائية، في درجة الحرارة، في درجة الانصهار الغليان، لكن بيتشابهوا في الخصائص الكيميائية لأنها نفس الذرات، فبالتالي التفاعلات الكيميائية بدها تصير نفس الإشي، مصارش اختلاف في التركيب الجزيئي في التفاعلات تاعتها، لكن اللي اختلف
الخصائص الفيزيائية تاعتها زي الغليان، الانصهار، اللون، الطعم، الرائحة، لكن لما أحكي في التفاعلات بتكون متشابهة. عندي ال عندي هان في الصورة difference between D and L مثامفيتامين. إذا عندي متشكلات للمثامفيتامين، أحلولين مختلفين. طيب كيف تم تسميته؟ طبعا عشان نميز بين الليفت والرايت راح نلاقي اللهم صل على سيدنا محمد. الليفت بنرمز له بالال والرايت بنرمز له بالدي. اذا دي مث امفيتامين معناها رايت، بينما ال مث امفيتامين معناها ليفت. بالتسمية بنلاقي طبعا في تسمية ثانية حسب البوزيشن. عندي اس معناها رايت و ار معناها ليفت. تمام، هذه الرموز في تسمية المركبات الميرور ميج ايزومرز. اذا the alternative names for these two isomers in terms of R and S nomenclature refers to their relative positions within the molecule. إذا عندي الأسماء البديلة للليفت والرايت، بدل ما أحكي ليفت رايت R L، لا، في الأسماء اللي مستخدمة أو الرموز المستخدمة في تسميتها R للليفت و S للرايت. R للليفت و S للرايت معناها بتعبر عن البوزيشن للمولكيول. احنا طبعا المطلوب منا ان احنا نفرق، لانه ال سوري انه احنا طبعا نفرق بين الليفت والرايت. مطلوب منه انه احنا نعرف فقط هيك، ما بدي اتوسع اكتر في هذه الجزئيات. ليش بدي اياكم تتعرفوا على هذا الشيء؟ لانه احنا بنتعامل مع ادوية، احنا كمساعد صيدلي رح نتعامل مع ادوية، يعني بندرس ادوية، فبالتالي هذه الادوية في منها مركبات فعالة وفي منها مركبات غير فعالة. يعني الادوية بتكون في عنا هيئات، مش احنا بنحكي الدواء هاد فعال اكتر من هذا الدواء، يعني هذه انتاجيته فعالة اكتر من هذه الانتاجية، لانه انا بتعامل مع ادوية مصنعيات مختلفة. لاقي هذا الدواء نفس هذا الدواء بنلاقي فعالية واحد فيهم اكتر من الثاني نفس التركيب. ليش؟ لانه بيكون بيحتوي على مادة الفعالة نسبة اكبر، زي الايبوبروفين. الايبوبروفين في منه، نعرف الإبوبروفين أنتي إنفلاماتوري درج، يعني بيستخدم مضاد للالتهابات. في منه دي وفي منه ال، في منه رايت وفي منه ليفت ايزومر. واحد من هدول الايزومر بيكون فعال والتاني ما بيكون فعال. فجسمنا لما بياخد هذه الأدوية بيتناولها بيهضم الاكتف فورم من العلاج هذا. يعني حكينا انه في منه بيكون اكتف، في منه inactive، يعني في منه نشط فعال، في منه غير نشط او غير فعال. فجسمنا بياخد المادة الفعالة وبيهضمها يستفيد منها، لكن الصورة غير الفعالة مباشرة بتروح للكبد. الكبد بيصير لها تحولات، فهذه التحولات بتحولها إلى مادة فعالة، بعد هيك بيتم استخدامها.
عملية إني الجسم يروح ياخد المادة غير الفعالة ويتم تحويلها لمادة فعالة، هذا بيحتاج مجهود كبير، بصير جهد كبير على الجسم. استخدام هذه الأدوية بتصير ضغط على الجسم، بالتالي بنلاقي الجسم بيتعب بشكل كبير وبتصير مرهق. نيمينج اوف اورجانيك مولكيولز او نيمينج اورجانيك كومباوندز، كيف يتم تسمية المركبات العضوية؟ All members have the same general formula. لقيت انا المركبات العضوية احنا بنعرف انه في الكانات، الكينات، الكينات، الديهيد وكيتونز وكاربوكسيليك اسيدز، وفي عندكم امينز، كتير مركبات عضوية. كل خلينا نحكي بشكل عام عن الألكينز والألكينز، في إلها صيغة، والكحول طبعا في عندها صيغة عامة لكل الألكانات ماشية على هذا الصيغة. نفس الحاجة الكحول ماشية على هذا الصيغة، كل الكحولات. طيب عشان نسمي المركبات العضوية، عشان أكتب صيغة جزيئية بدنا نكون عارفين الميثان، الميث قديش، الإيث قديش، بروب قديش، كم من كربونة، البيوت 4 كربونات، ميث، إيث، بروب، بيوت، بنت، صح؟ طيب الألكينز، سوري الألكينز اللي هي الألكانات، بتاخد في، لو لاحظنا الكين يعني اخذت في نهايتها اي ان اي، اي ان اي سميناها الكين، بناء عليها نقول ميثين اللي هو الميثان، ايثين هو الايثان، بنتين، بيوتين، بروبين. اذا ميثان، إيثان، بروبان، بيوتان، بنتان، ميثين، إيثين، بروبان، بيوتين، بنتين، إن. إذا أخذت نهاية إن. هذه الألكينز تأخذ الصيغة العامة C N H 2 N زائد 2 اللي هي الآن تعبر عن عدد ذرات الكربون. الميث 1، إذا عندي C1 H2 زائد 2 يعني H4، C1 H4 طبعا الواحد إحنا ما بنكتبها. الإيث 2، إذا هيكون عندي C2 H2 في 2 4، H4 زائد 2، إذا بيطلع عندي 6 H. C5 بيطلع عندي H12، وهكذا. إذا أن تعبر عن عدد ذرات الكربون حسب ميث، إث، بروب، بيوت، بنت، وهكذا. الألكينات CN H2N، صح؟
الكحول الصيغة العامة لإلها CN H2N زائد واحد OH CN H2N plus one OH C2 H أربعة زائد واحد خمسة H خمسة OH الإيثانول. هذه الصيغة العامة. Each member differs from its neighbor by the same increment of CH2. طيب. All have similar chemical properties. يعني كل الممبر الموجودة لها نفس الخصائص الكيميائية في الألكين. أنا بحكي عن الممبرز الموجودة في الألكين. يعني كل هالألكينات لها نفس الصيغة الكيميائية أو متشابهة بالصيغة الكيميائية. نلاقي كل منبر بيزيد عن الثاني ب CH2 CH2. طيب there is a progression of physical properties, for example melting points which increase as the number of carbon atoms increases. هذه معناها أنه إحنا عندنا بعض الخصائص الفيزيائية بتزيد بناء على عدد ذرات الكربون، مثال عليها درجة الغليان sorry الميلتينج بوينت الانصهار. عندي زيادة عدد ذرات الكربون راح تزيد من درجة الانصهار، كل ما زاد كربون كل ما زادت درجة الانصهار. or the higher members except isomers، مثلا عندي كل اللي بكون أكثر عدد كربون بكون فيه isomers. خلينا نشوف name of alkane: ميثان، ايثان، بروبين، بيوتين، بنتين، هكسان، هبتين، اوكتين، نونين، ديكان. اوكسيمن الكيناسي ان اتش تو ان زائد اتنين، كلها تنتهي بالان. طيب لما نيجي نرسم المركبات العضوية الألكينات، لما نيجي نرسم الألكينات كيف يتم رسم مركب؟ عندك صيغة جزيئية أو عندك صيغة جزيئية، كيف أنا بدي أرسم هذه الصيغة الجزيئية؟ بجيب ذرات الكربون بعملها الألكينات، مثلا عندي الروابط فيها أحادية، فأنا باخد كل ذرة كربون بحط عليها حوالين الروابط، كل ذرة كربون يكون حواليها أربع روابط، أربع روابط هتكون ذرة، كل ذرة موجود حواليها أربع روابط. طيب هذا بالنسبة لو أنا بدي أرسم. أول حاجة ببدأ بالكربونات، بعدين ببدأ أوزع الأتش على الكربونات. طيب أنا عندي رسمة، كيف أنا بدي أسمي هذا الرسمة أو هذا المركب؟ طبعا تسمية المركبات نفسها لما يكون عندي رسمة بدي أسميها، أنا بدي أطلع أول حاجة الروابط كلها أحادية نط ثنائية. بهذه الحالة أنا بدي أحكي إنه عندي ألكين، تمام، فيش او اتش معناته كمان فيش كحول. بدي اطلع على المركبة بشكل واضح، بدي اخذ اطول سلسلة من الكربون، يعني بدي اعد الكربونات ورا بعض اللي بيجوا بتسلسل واحد ورا بعض افقي عمودي مائل متعرج شجرة بيعطيني. المهم اني انا امسك الكربونات يجوا ورا بعض، ما اروحش اخذ هذه الكربونة اروح امشي من الطرف الثاني احسب الكربونات الثانية، لا يكونوا متسلسلات جايات ورا بعض. بعتبر التسلسل هذا هي أطول سلسلة أنا أخذتها، يعني أكبر عدد كربونات، وأعتبرها هي التسمية الرئيسية. بيوتان، بنتان، هكسان، هبتان، anyway إيش هي، المهم إني أنا بعتبر حسب عدد الكربونات بسمي مسمى الرئيسي. باقي الكربونات أعتبرها تفرعات، ببدأ أتعامل معها كتفرعات.
أتمنى أن يكون كل الكلام اللي حكيناه واضح. طبعا هيك إحنا بنكون أنهينا يونت 2 في المساق. حكينا في يونت 2 كل حديثنا كان على الكوفيلنت كومباوندز. ليش حكينا عن الكوفيلنت كومباوندز؟ لأنه حكينا أنه أجسامنا بتتكون من مركبات حيوية عضوية، كربوهيدرات، بروتينات، ماء. كل هذه عبارة عن مركبات حيوية تساهمية، مركبات حيوية تساهمية. عندي حكينا عن الروابط ما بين المركبات، كان في أحادية ثنائية ثلاثية ما حكينا عنها، لأنه حكينا إنه جسمنا ما بيحتوي على مركبات روابط ثلاثية. حكينا في المحاضرات السابقة عن الزوايا كمان، حكينا كيف يتم تشكيل المركبات التساهمية، حكينا عن خصائص المركبات التساهمية. حكينا في هذا اللقاء كمراجعة، تناولنا الحديث عن كربون سايكل، حكينا من وين بيجي الكربون وكيف بينتهي وبيرجع يلف الدورة نفسها وما بينتهي. هو بلف استهلاك إنتاج، استهلاك إنتاج، اللي بيتم استهلاكه بيجي بداله. هاي معنى سايكل. حكينا عن الأيزوميريزم المتشاكلات، وركزنا في حديثنا على الميرور إيميجز. يعني أنا عندي مركب له صورة في المرآة. آخر جزئية تناولنا الحديث عن تسمية المركبات العضوية، تسمية المركبات العضوية. عنده أي استفسار، أي تساؤل، ما يتردد في المحاضرات يسأل يستفسر. وشكرا كتير لكم، ويعطيكم ألف عافية.